لما جت لنا أمر بنزول الشارع كنا فاهمين إن إحنا جايين نقضي على الإرهاب ونحارب أعداء الوطن. بس يعني صراحة لما جينا هنا هو لقينا يعني أهلينا وناس محترمين زي حضرتك وناس آخر كرم معانا الصراحة. إحنا عارفين إن الداخلية أذتكوا كتير، إحنا عارفين بتوع الأمن المركزي دول بيختاروهم إزاي وبيربوهم على إيه، بيعلموهم لو لقيت أبوك واقف قدامك وجالك أمر تضرب يضرب. العسكري من دول بيبقى غلبان دماغه على قده، يعني ما أول ما يستلم الدرع والخوذة يفرح قوي، ولما يدوله العصاية تبقى الدنيا مش سايعاه.